بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جدا سعيدين اليوم في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في تنظيم الجلسة الثانية من سلسلة مبادرة ارتقاء. ارتقاء طبعا منصة عالمية شكلت في 2019 بتوجيهات من السمو الحاكم الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشرق الله يحفظه، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. وانطلقت هذه المبادرة في 2019، والحمد لله اليوم قدرنا ان احنا نخلق شراكات مع جهات متعددة سواء كانوا في القطاع الخاص او الحكومي. اليوم الجلسة تسلط الضوء على القطاع الخاص والشراكات اللي ممكن احنا نركز عليها، والهدف هو الرئيسي ان احنا دائما نسعى لدعم السيدات اقتصاديا واجتماعيا. فما بنقدر نحقق هذا الشيء الا بالشراكة هذه، فضروري جدا التركيز على الشراكة من خلال الجلسات، ولكن أيضا نبغي نعرف شو العوائق وشو العقوبات اللي هي تمنع المرأة من أنها ترتقي أكثر في مجال عملها، ترتقي أكثر في مؤسسة اللي هي تنتمي لها. هل هو كان أن عدم وجود الفرص؟ هل هي كانت التحديات اللي هي تواجهها بشكل يومي؟ وما هي هذه التحديات؟ فضروري جدا أن نسلط الضوء على أساس أن نسأل الأسئلة ونحصل الأجوبة، وبناء عليها نقدر نخلق استراتيجية ونقدر نطبقها على أرض الواقع. الدعم عندنا احنا في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بيكون هو اكثر من جانب اذا هو دعم الاقتصادي، هي تمكين الاقتصاد، بما معنى ان احنا نخلق البيئة المحفزة لهم، نقدر نوجههم في مثل هذه السلاسل من الجلسات اللي نطرحها أو ننظمها. وأيضا في عندنا خلق الشراكات، نقدر إن إحنا نوجههم إلى أفضل الممارسات اللي موجودة اليوم، موجودة سواء عندنا في الدولة أو خارج الدولة، نربط ما بينهم هم ومؤسسات مختلفة. لما إحنا نقول عن التمكين المجتمعي، إحنا ننظر للمجتمع ككل، ننظر في كل فرد وشو هي الأشياء اللي هذه الأفراد محتاجتنها، وبناء عليها نوجد حلول أيضا من خلال الشراكات. الشراكات جدا مهمة، وشراكات مع القطاع الخاص جدا مهمة، لأنهم هم يشكلون الجانب الأكبر من الاقتصاد. الشراكات متعددة، كلهم فيهم خير وبركة، والكل يقدم اللي هو متخصص فيه، فإحنا شاكرين لهم جدا في على الشراكات هذه، وجدا مقدرين وقفتهم معنا. السيدات إحنا عندنا المبادرات الحمد لله، كل ما نطرح أي مبادرة الحمد لله نلقى الإقبال من السيدات في المجتمع، والسيدات يكونون أعمارهم متفاوتة، تكون اهتماماتهم مختلفة. فالجميل أن إحنا قادرين أن نلبي أو نسمع، لأن فتحنا بابنا أن نسمع إحنا لهذه السيدات ونشوف شو متطلباتهم، ومعاهم نخلق إحنا الحلول.